نبغى فليكس، فليكس ثاني، تعال تعال ابو عزام. هالمرة تستاهل. الحين كم حقينا؟ اوكي يزيد طلع العائلة كلها. في الشنطة. صراحة المباراة كانت حلوة صراحة. اوكي البراكت خلينا نشوف ايش صار. عبد المجيد فاز على طارق على عمر و دراس مايلي لسه ما لعب مع عبد اوكي ما في ما اعتقد انه فيه اي شو اسمه ذاك ابسيتس كل هذا متوقع. لا يزيد صراحه ما توقعت انه يفوز على جيرتينز مع ان جيرتينز صار متحسن فترة الاخيره مره متحسن لكن لسه يزيد جابها والله. معنا وائل وهشام المباراة الأولى الحين في راوند 2 فوق على شيء. ايش صار على حسن الطلاق و ما لعبت؟ وين ليش ما لعبت؟ ما جاء اوكي. عندنا حسن الطلاق مباراته مع عبد الرحمن أحمد لسه ما جاء عبد الرحمن عشان كذا حسن قاعد يستنى. أراش شوفه قاعد يلعب مع مين أراش؟ أراش والعويد قاعد يلعبون مباراتهم الحين. تركي تركي بتلعب مباراتك؟ تعال علق على وائل تعال علق على وائل هو قاعد يتمسخر. معنا كوين تركي العندس العظيم حيعلق على مباراة وائل ويقول يقول كل ما كل مرة ما يسوي فيها تك راح نسحب عليه صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم سوف تشهدون اليوم وائل يتمسخر وائل ذا تيك ماستر امسلف وهو يتمسخر. شوف 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 على هذا باتن تشيك بس حتى ما يعرف يسوي باتن تشيك حتى ما يعرف يسوي شيء ابدا ما منه اي فائده. وش السالفه؟ اقول اطردوه برا. هذا مو باتن تشيك. الا باتن تشيك. لا يا ولد اعطيكم بعد. لا يا اخوي باتن تشيك صدق انت اجل وائل بيكون متقدم يعني مثلا ما فاهم يعني او خلاص يا شباب والله بس شوف عبد الملك دربه على الماتش حق هذا دربه على كذا دربه على كذا يس نايس. شوف الان عبد الله عراش ما حد قاعد ينظر الحين شيء. عبد الله فزت. عبد الله الرشودي فاز على العويد 2-0 2-0 2-1 خليه يسجلها الحين مالك 2-1 اوه كانت مباراه حلوه معناته. عندنا الان مباراتنا العبيطه العيد راح اللوزرز انا في الوينرز انت الوينرز yes. ضد عبد الملك العقيل ضد توكي صح؟ yes. يعني انت في اللوزرز اوريدي yes. خلاص انا الان في اللوزرز انا اقول استسلم انا الان في اللوزرز استسلم. قلت مرات لك مباراتك قبل كذا؟ اي تقريبا 3 مرات اي صرت معها مجموعه قبل كذا صح؟ صرت معها في مجموعه ولعبت 3 مرات اوكي, أوكي هذه المباراه الحين الرجل غير قابل للرشوه حتى والله صدق حاولت يعني والله كلها حاولت ترجيح حاولت هذا وائل متقدم حرام عليك ايش في وراحت ابدا ما تتكلم راح التقدم انتهى التقدم. طبعا وائل من اللاعبين المخضرمين هنا في مدينه الرياض احسن واحد سويتك احسن واحد ما يسويتك شوف لكن يعني كلاعبين يعني واحد من افضل اللاعبين اللي هو عبد الملك العقيل مع واحد من اسوء اللاعبين اللي هو وائل اسمه هشام هذا مو عبد الملك هذا مو عبد الملك هذا؟ لا شوف وائل ينتحر وا يا سلام يا سلام ذات واز فاست اند ايزي كمان يا اخي يعني دو سمثينج تسوي شيء يعني دو اي شيء انتحر الثانية والله يا شباب ممكن ما تسب يعني لو سبحت ستريم ولا شوف 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 يعني احنا ندري انك انت وائل يعني اخوي بس يعني ابدا نايس دي اي طلع منها حلو وائل والله شوف في بامكان اذا قدر يكمل ويصير مو وائل لمده 10 ثواني صدقني عجبني التحليل نايس يقدر يرجع بسهوله يعني لكن لا يزال عندك وائل الشيرة واحد من افضل اللاعبين في حقبه سماش براول ومن اول من لعب هذه اللعبه في الخليج الله الحين بيتها متاكد اصبر جست ويت فور ات وواحد من افضل اللاعبين واحد من اكثر المحللين مين ذا كوين جو هذا انت؟ لا حسبها انت انا ما استخدم سويتش انا طيب
طب من ذا كوين جو ذا؟ انا ادري بس هلا والله. هاي هاي هاك قاعد اكتب وانا جالس معاك. ما ادري سحر و اوه اخذ ستوك نايس. هذا هذا اللي نايس. وائل وائل يقدر يرجع صدقني. الظهر اخذ ايش اسمه حقك ال انت يس ورا توقعت وراه ايش اسمه اخذ النصيحه حقتكم ما صار وائل. لكن لحظه لو تركز الان كل السايد سماشز اللي قد سواها وائل يعني كانت يعني كدامج بلدر نايس يعني ممتازه. ممكن يعني لو يستخدمها اكثر حلو يزلق في الموزه قدامك يعني كمان يشوفها يروح يزلق فيها. في بريشر كثير على جهة ثانية. واو كان ممكن انه ممكن يموت لكن إيه لو انه شحن سماش حقك تو كان ممكن يكون شيء ثاني خاصة على طرف ستيج يعني. وائل حاول يرجع كان اجقار لكن وائل قدر ينجو منه بجدارة. الموزة هو شف ما يبغى ينزل عشان سبت الموزة طبعا يعني. وإي ما طاح فيها وطاح فيها أو ما شبكت الفلة الفلة الحفلة التصفيق. شوف هو ظهر ليمت واحد يفكه ويقدر يسوي كل شيء اذا ما استخدم يعني اتوقع اعتقد اند اتس اوفر. واي حاول هذه مره لكن نايس ماتش نايس ماتش انه رفع الدمج الى هذه الحاله. وهو منتحر يمكن سالفه انتحاره غيرت المباراه. يس مو غيرت المباراه لا خلته يلعب افضل حتى ممكن لانه صدقني لو كان اللعب عادي كان ممكن تلاقي وائل ايه يس هذا كوين جوجو اللي المره اللي فاتت كان يقول لولح ما ادري ايش اللي يقول هذا انت اتوقع ان هذا هو الفريق حقك. يزيد ماسك جواله لا يزيد مو هنا انترستنج يزيد لا هذا حط السالفه وحنا قاعدين نشوف مباراه يزيد مين ذا مو يزيد مين ذا كوين جوجو هذا الالتر ايجو حقك بس يعني نايس يعني هذا واحد هذا ستوكر حقك تقع حاط صورتك في الغرفة قاعد يناظر فيها كل يوم بعدين يجي الحك كل يوم يناظرك في الجامعة. I know في ناس كذا ترى صدق أنا متأكد صدقني يحبونك الناس. I know كيف؟ ما you can't blame. أنا أعتقد رأيك نترك الموضوع المباراة السخيفة هذه اللي قاعد نتكلم سؤال ارجع ارجع 1-0 وائل ما يغير وكذلك هشام ما يغير. ما أتوقع يغيرون بداية بتشحن الليمت ما أدري عندك فكرة كم ياخذ الليمت عشان يشحن؟ بالثانية؟ أعتقد 8-8 8-8 كثير مرة هو كان 6 بعدين صار 8 أو إنه كان 6 صار 7.5 شيء زي كذا مرة كثير. المهم إلى الأبد إلى الأبد ياس وائل قاعد يحاول إنه يستخدم الداون سماش طبعا نشوف اقول لك الكلاود يقدر يعني يتعب دونكي كونغ بال بالأبس حقته والشغلات هذه بس دونكي كونغ اذا قرب ودخل خلاص الكمبوات الى الابد. دونكي كونغ ولا قصدك ديدي كونغ واي ماي جاد يبغى يستخلص عليه استخدم اوائل اي ستيك سواتك يا شباب شباب خلاص قفل المباراه قفل المباراه خلاص فاز فيها قفل المباراه قفل قفل مو لازم لا صراحه تك حلو عجبني احسب النتيجه 1-1 بسبب التك كل تك في ستوك يا وائل يلا يلا خذله نايس باكير وضعه مره محرج مره محرج اوه واضح انه هشام قاعد يحاول يعني يبغى يطلعه عن طريق داون سماش لا مو بداون سماش يعني انه ما يرجع خير شر قصدي يعني هذا الطريق كذا تلعب ضد كراود لازم تطلع برا سجل تغثه لانه الكفر حقته مره سيئه ما كملها للاسف لكن يعني سايد سايد سماش حقت سايد بي حقت كلاود يعني وائل استخدمها اكثر مره وكانت مفيده ولكنه قاعد يقلل منها طبعا لسه في فرصه جدا ما هي بسيطه يعني الوائل لانه يقدر يرجع او كفو قدر يرجع يعني اوبشن كان ممتاز وائل كذا قول لك ابتلت تشت مات طلع ستوك الاول صعب جدا على وائل ولكن لا تنسون ابدا ان وائل الشيره هو التيك ماستر هو التيك ماستر بس عموما بغض النظر الماتش مو ما يقدر فيه كلاود ما تطلع برا المباراه لانه فجاه ممكن يسوي حركه كذا كروس لاش ليمت ويذبحك بالضبط انا اوافق على كل كلمه قلتها ياس كراودو ويستمر ويستمر و الى الابد خذ لك يصفق اي نايس قاعد يقرا كثر من الداونير من الليج والفا قاعد يقراها هشام ويحاول انه نايس صراحه اللعب يعود والموزه في مكانها لعب هشام موزه يمين موزه يسار يحاول يطلع وائل رجوع غير موفق وهنا لسه عايش لسه في الليمت الليمت هذا الحال ستوك وحفله واو كان ممكن بابتلت يخلص عليه اوه احنا بنشوف النهايه احسك معلق مباراه كوره قديمه وهذا نعم وكنا نستفيد وكنا ماجد عبد الله وسيد العويران الله اكبر ياسر صيني واثنين وثلاثه وطقم التك كله وايش يسوي ليمت في نص ستيج يس يا حفله هيا يا كذا قسم
وائل ايه مو قاعد يعرف هو ايش قاعد يسوي. انا متاكد هذا اللي مطمني. سبايك والله عطى واحده ثانيه وانزل عليه اطلع له. اوف ماي جاد قاعد تسوي ايش قاعد تقول انت؟ الله كمل وائل عطى خير حفله عطى إيه؟ خير ايه واحده من هنا ما عاد في تعليق خلاص. كل شيء غلط سواه في الدنيا كل شيء غلط في الدنيا سواه. كفو وائل كفو وائل. هشام قاعد ينقي طريقه يده. هشام مو قاعد يعطي الفنشات الثقيله قاعد يعطي فنشات تاخير ممتاز وينهي هذا الماتش 2-0 لهشام. لهشام والهارد لك بس 2-1 سوتك سوتك 2-1 وطلع ستوك يس انا فايز تعتبر فايز في قلوبنا. شوف شكلك شوف عزام حط لك الشو شكلي انا كني رايح بالضارب فهمت اللي مشمر فهمت قال يلا جيتك يا ترى انا 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 جاي انا جاي هنا اعلق على وائل وامشي يلا بالله عليك تكفى. هشام ما كنا ندري كيف فزت ابسط هشام فاز على وائل فزت على التك ماستر ما تستحي ما تستحي انت انت مصمم تحط 30-0 دي في معلق معاك وخلاص راح وائل بيجي